بخير. أهلا وسهلا دكتور. مساء الخير. دكتور مسلماني، كيف حالك؟ أنا معك، عم بسمعك. جيد. إذن ما بعرف إذا عم تسمعوني جيدا. مسموع مسموع دكتور، مسموع. تحياتي لكم جميعا. على أمل أن يكون التوقيت الجديد قد انتبه له كل المشاركين. لقد أعلنا على التوقيت الجديد، وأتمنى أن لا يكون قد أزعج بعضا ممن برمجوا حضور الدورة بعد هذا التوقيت. صحيح، أتمنى ذلك. دكتور حنان، لكم الكلمة. نعم كريم، أهلا وسهلا. بسم الله، أهلا وسهلا بكم في رحاب سلسلة الدورات التدريبية الإسلامية في لبنان، جامعة تخصصات للبحث في حسن خامس الرباط المغرب. الشكر موصول إلى طاقم المركز، إلى المنظم والمنسق، الأستاذ سلسلة الدورات التدريبية التربية والتعليم على الإبداع جمال مسلماني، وهو الجامعة اللبنانية. دكتور جمال له سيرة علمية اختصارها حتى لا نخرج عنه، فهو حاصل على دكتوراه في الماس جمعية المبدعين اللبنانية في شبكة التحول والحوكمة من رقابات وجمعيات تكنولوجية، وحاضر جامعي في عدة مؤسسات، مراكز أبحاث ودراسات، عضو المعرفة والتعليم في إكسبو، مدرب دولي في استراتيجيات التحول والروبوت والذكاء الاصطناعي، متخصص في مجال جرائم الرقمي، خبير متخصص التربية، خبير استراتيجي وريادة الأعمال، في ريادة الابتكار والأعمال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء والأمن الرقمي والسيبراني. العديد من المؤلفات العلمية، شارك في العديد من والمؤتمرات الوطنية
الخبرة والكفاءة التربوية قبل دكتورة حنان، هناك مشكل في التغطية بالشبكة. إن كان بالإمكان تغيير المكان لكي نسمعك جيدا، فلم يكن التقديم مسموعا بالشكل الكافي. شكرا. أستاذ كريم، هل تسمعني جيدا الآن؟ أستاذ كريم، هل تسمعني؟ دكتور حنان، هناك الصوت يتقطع باستمرار. الدكتور جمال، أسمعك. اسمح لي أستاذ كريم. تفضل دكتور جمال، ونشكر الدكتورة حنان على التقديم. موضوع الصوت عند الدكتورة حنان، أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكرها على تعريفها لنا. واسمح لي إذا سمحتم وسمحت إدارة هذه المركز سمح إدارة المركز وسمحتم لنا في البدء في المحاضرة كي يتسنى لنا الاستفادة من الوقت. تفضل دكتور، وسنمنح الدكتور حنان الكلمة لآخر الدورة. شكرا لكم أستاذ كريم. أود أيضا أن أعيد شكري للدكتورة حنان، كل الشكر للمركز الديمقراطي العربي ولمديرة الدورة التدريبية الدكتورة فيولا مخزوم، ومنسق الدورة دكتور محمد رمال، ورئيس اللجنة التنظيمية دكتور نديم منصوري، ورئيس اللجنة التحضيرية دكتور أحمد بوهكو، ورئيس اللجنة المتابعة والتنسيق، والمدير الإداري للمركز الديمقراطي العربي الأستاذ كريم عياش. وأيضا كل الشكر لكل المشاركين معنا الذين يعني تكبدوا عناء أن يكونوا معنا في هذه المحاضرة، وبالشكر الأخص وجهه لكل أصدقائي وصديقاتي الذين انضموا إلينا في هذه الورشة التدريبية حول التربية والتعليم على الإبداع والابتكار. سأحاول طبعا في هذه في الوقت المتاح لنا أن أتحدث بشكل عام عن موضوع التربية والتعليم ومدى علاقتها بموضوع تنمية الإبداع والابتكار أو الإبداع والابتكار بشكل عام. إذا سمحت لي سوف أقوم بمشاركة العرض التقديمي. إذن التربية والتعليم على الإبداع والابتكار. هلأ ما بعرف كمان إذا في إمكانية يمكن نبقى بالفصحى أو نتحدث بالعامية، ولكن سأحاول قدر المستطاع أن أبقى على اللغة الفصحى كي يتسنى لجميع الأصدقاء والمشاركين معنا من كافة الدول والأقطاب العربية أن يستمعوا إلينا باللغة العربية الأم الفصحى. طبعاً نحن هلأ بورشتنا ودورتنا من نحكي عن موضوع الإبداع والابتكار، ونحكي عن موضوع التعليم والتربية. قديش ممكن التربية والتعليم أن يكونوا رافعتين لموضوع الإبداع والابتكار عند كل الطلاب وخاصة كل الأجيال الصاعدة؟ نحن نعلم أنه مفهوم الإبداع والابتكار هو صار حديث كل الأكاديميين وكل الباحثين بكل المؤتمرات العلمية وبكل الورش بطبيعة الحال، مثل ورشتنا اللي نحن هلأ عم ناخدها نحن وياكم والجميع. ومفهوم الإبداع والابتكار هن صارت شغلة كتير أساسية لحتى يمكن الطلاب من مواجهة تحديات المستقبل بما يحمله من تخصصات علمية، بما يحمله من مواكبة التغيرات العالمية، بالتطور التكنولوجي الكبير اللي عم نشهده خاصة بموضوع الثورة الصناعية الرابعة. لما احنا كلنا نعرف أنه نحن في عنا 4 ثورات صناعية تناقلات، ونحن هلأ حاليا عم نعيش غربة الثروة الصناعية الرابعة. هذا الشيء بيطلب منا أنه نحن نكيف المناهج الدراسية والتعليمية بما يتناسب وثورة التكنولوجيا الرقمية اللي نحن حكينا عنها هلأ نحن بأوجها أو بذروتها، أيضا بما يلبي
متطلبات التجديد والتطور التربوي لحتى نرتقي بالممارسة التعليمية وتطويرها من شكلها التقليدي اللي نحن كلنا بنعرفه، القائم على الحفظ، التلقيم وتقييم التعلم بناء على معايير وأهداف موضوعة مسبقاً، لنهج تربوي حديث بركز على المتعلم أو المتعلم أو الطالب باعتباره قطب الرحى في العملية التعليمية. يعني نحن بدنا نحاول نطلع من التلقين أو التعليم التلقيني للتعليم اللي هو له علاقة باكتساب المهارات المواكبة للثورة التكنولوجية الرقمية والثورة الصناعية الرابعة. كمان نحن ما فينا ننسى أنه المعلم هو حامل الرسالة بشكل أساسي وملقى على عاتقه كل الجهد اللي لازم أنه هو يقدمه، لأنه دوره كتير محوري بموضوع التحفيز على الإبداع والابتكار، بموضوع حل المشكلات، بموضوع التفكير out of the box وتحفيز التفكير النقدي طبعاً، وتنمية مهارات التواصل السوفت سكيلز كلها واستخدامها واستخدامات التقنيات التعليمية الحديثة. كمان هو شغلته ودوره المركزي أنه يعمل إثارة لخيال طلابه، طبعاً عم نحكي نحن إبداع وابتكار، يعمل إثارة لخيال طلابه من خلال التعلم الفعال. كمان من أحد أهم أدوار المعلم هي اختيار الأدوات المناسبة والفعالة لحتى يقدر يوصل رسالته بناءً على طبيعة الموقف التعليمي والبيئة الصفية الموجود فيها. وضروري كمان يقدر يكون عنده قدرة وموهبة لاستكشاف الموهوبين والعناية بهم، إلى جانب دوره طبعاً الأساسي والمركزي في غرس القيم والأخلاق والثوابت، لأنه الإبداع والابتكار هو التزام مجتمعي بالمقام الأول. طبعاً إحنا هلأ عم نحكي عن المعلم كسلسلة أخيرة أو من المصفوفة الأخيرة، ولكن طبعاً الدور ملقى بشكل رئيسي وكبير على المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات التربوية يلي هي يجب أن تنتج المعلمين يلي لديهم قدرات على هذه القدرات اللي نحن حكينا عنها ضمن المعايير. فإذا التحدي هلأ هو نحن كيف ممكن نحن نبلور هذه الأفكار على أرض الواقع، وما هي كمان سبل تكييف المناهج الدراسية بما يتناسب وحكينا مع الثورة التكنولوجية الرقمية. كمان مثل ما قلنا أنه نطلع من الممارسة التقليدية إلى ممارسة الذكية لمنهج تربوي بيحفز الإبداع والابتكار بالمدارس، بيشجع على موضوع الكريتيكال ثينكينج عند الطلاب من دون أي خوف من الفشل أو الرسوب. لأنه نحن كلنا كمان بنعرف أنه كالطالب دائما في عنده خشية من المواد التعليمية العلمية مثل المات، مثل الرياضيات، مثل العلوم، مثل أي أمور أخرى مرتبطة، لأنه بيخاف، لأنه ما بيكون في عنده تكيف مع هذه المواد فيخشى على نفسه من الرسوب. وكرمال هيك هلأ هون مش لاحقا نحكي عن موضوع قديش أهمية بعض الأنظمة التعليمية لحتى نقدر ندمجها بالمنهج التربوي يلي يجب أن يعتمد بالمدارس والمؤسسات الأكاديمية والجامعية والتربوية وغيرها. هل فينا النظام التربوي، هل لديه القدرة أنه يساهم ببناء هذه الثقافة لها علاقة بالإبداع والابتكار؟ هذا اللي احنا ما نحاول نشوفه نحن وياكم بعد ما نفهم النظام التربوي هو عبارة عن شو، لأنه كمان نحن قد نكون أسأنا الفهم بمطرح بمكان ما لموضوع النظام التربوي، اللي لازم نحن نعرف أنه هو عبارة عن مجموعة من التنظيمات والأساليب والقواعد اللي بتتفاعل وتشتغل كلها مع بعض لتنظيم عملية التربية والتعليم وتسيير شؤون التعليم لإنماء القيم والمبادئ لدى المجتمع وترسيخها بالأفراد والارتقاء بالشخصية والمواطن ضمن إطار فلسفة الدولة والمجتمع. لما بنحكي عن نظام تربوي لابد أنه يروح فكرنا أيضاً إلى المؤسسات الأكاديمية الموجودة داخل الأوطان. لما بنحكي نحن مؤسسات أكاديمية ما بنكون نحن عم نحكي عن مؤسسات تجارية، بل يجب علينا أن نفكر أن هذه المؤسسات الأكاديمية يجب أن تكون منابع ومعامل لبناء المعرفة. هذا التركيز اللي نحن بدنا نركز عليه، وهذا اللي نحن بدنا نحاول أنه بأنظمتنا التربوية مثل ما نحن عم نحاول نغير بالعملية التعليمية التقليدية التلقينية إلى نظام تعليمي ذكي يراعي موضوع الإبداع والابتكار ويطور التفكير النقدي وحل المشكلات والتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة ومتطلباتها،
أيضا يجب على الأنظمة التربوية ويجب على المؤسسات الأكاديمية أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. طبعا هنا أنا لا أتحدث عن كل المؤسسات الأكاديمية أو التربوية، ولكن أنا أتحدث عن بعض النماذج أو عن منهج أو عن الفكرة الراسخة لدينا تقليديا بالنظام التربوي. فأيضا يجب علينا أن ننتقل بالنظام التربوي من النظام التربوي التقليدي إلى فكرة، وهي طبعا فكرة إبداعية، أنه ننتقل إلى النظام الذي له علاقة بكيفية بناء أو تحويل هذا النظام إلى معامل بناء المعرفة. هون لأنه لاحقا نحن حنحكي عن مدى أهمية الاقتصاد المعرفي ومدى أهمية المعرفة بشكل عام. بس ما نحكي عن التعلم أيضا ححاول سريعا، بدي أقول أنه التعلم عنده أربعة أبعاد. هذه أربعة أبعاد نحن ملخصها بالعناوين التالية: تعلم للمعرفة، التعلم للعمل، والتعلم لكي نكون أو لكي أكون، أو التعلم من أجل العيش المشترك وهو البعد الاجتماعي. نحن بنعبر عن هذه الأبعاد بـ Four Dimensions of Learning Innovation، 4DLI. أوكي؟ يعني نحن ما بحكي عن المعرفة بدي أقول أنه كل الأهالي وكل المؤسسات الأكاديمية لما بيشتغل على موضوع الإبداع، واحدة من المهارات الحياتية الأساسية هي تطويرها بسن مبكرة، لأنه بتعزز أدائهم الأكاديمي وبتساهم بالكشف عن مواهبهم وطبعاً وصقلة. نحن إذا طرحنا سؤال وإشكالية أنه وين المشكلة مثلاً إذا أدخلنا بعض المواد الاختيارية من المنهاج المهني والتقني إلى منهاج الأكاديمي الدراسي للمدارس والثانويات وحتى لحضانات الأطفال، لأن التربية على الإبداع والابتكار هو يبدأ من مرحلة الطفولة. أوكي؟ وهذا اللي نحكي عنه نحن لاحقاً، أنه الإبداع والابتكار هي ليست وراثة وليس فقط عامل وراثي، أو ليس بالشرط أن يكون عامل وراثة، إنما هو يأتي ويبدأ بالتربية. وحنحكي طبعاً عن تجربة عالم نفس مجري، كيف قدر عمل مع عائلته وأسرته وبناته، ما سجلهم بمدرسة وطلب من طبعاً الاتحاد السوفيتي أنذاك بعام 1970 تقريباً، طلب منهم أنه أو تمنع أنه يسجلهم بالمدرسة، واشترط عليهم أنه هو بده يدرس أولاده بالبيت لحتى يثبت مقولته أنه كيف نستطيع أن نربي مبدعاً أو مبتكراً، ونحكي عنه إن شاء الله بسياق الدورة. لما نحكي عن موضوع فإذن المعرفة، هي أكثر واحدة من أكثر المهارات الحياتية يلي بيسعى الإنسان لاكتسابها ضمن البعد المعرفي. والتعلم للعمل بمعنى آخر هو عنصر ضروري وبناء بعمليات التفكير الابتكارية ومهارة حياتية بالغة الأهمية بالعلوم ومكان العمل. لحتى يكون الإنسان كمان مبدع بترتب عليه أنه يكون بمقدوره يتعامل مع المساقات التكنولوجية والرقمية المعقدة والمطورة، لأنه كمان يسمح الإبداع أنه يكون الفرد عنده قابلية للتكيف مع مواقف الحياة المختلفة من خلال تطوير حلول وأساليب وعمليات لمعالجة المشاكل القديمة والتحديات المعاصرة. طبعاً باستخدام الإبداع بيتكون عند المتعلم أو عند الطالب أو عند المتلقي شعور بالكفاءة الذاتية والمثابرة يلي بتخليه يشعر بالتمكين، وهيدي طبعاً إحدى النتائج الرئيسية للبعد الفردي أو التعلم لكي أكون. طيب، أما بموضوع البعد الإبداع الاجتماعي يلي هو البعد الرابع المتعلق بالتعلم من أجل العيش المشترك، فهو ظاهرة تشاركية تعاونية على دفع المتعلم أو المتلقي ليكون مبدع أكثر من خلال الربط بين أفكار مختلفة عبر مختلف الثقافات. طيب، فإذن أبعاد التعلم حكينا عنها الأربعة، خلينا نشوف نحن شو علاقة هذه الأبعاد، ليش عم نحكي نحن عنها، وما هي علاقتها بموضوع الإبداع. لأنه الإبداع هو واحد من العناصر الأساسية المرتبطة بالمعدل المعرفي اللي أشرنا له للتعلم المعرفي، واللي هي واحدة من أكثر المهارات الحياتية اللي بيسعى الإنسان لاكتسابها مثل ما حكينا قبل شوي، بترتب على الإنسان أيضاً أنه يكون مبدع، يكون عنده أيضاً التعلم للعمل، يكون عنده التعلم ليكون أو التعلم لنكون، ومثل ما حكينا أيضاً عن التعلم لأجل العيش المشترك.
نحن كل هول عم نحكيهم لانه اعتبرنا انه الابداع يعتبر هو اهم المهارات الحياتيه الاساسيه اللي يجب على الاهالي والمؤسسات الاكاديميه وكلها بكل يعني بكل اصنافها واطيافها المهنيه والفنيه وغيرها تطويرها من سن مبكره، لانه بتعزز ادائهم الاكاديمي وتساهم بالكشف عن مواهبهم المختلفه وسقطها. راح نروح لابرز معوقات الابداع. نحن بس لما نحكي عن تعلم، عن تربية، عن تعليم، عن إبداع، عن أبعاد تعلم وعلاقتها بالأبداع، بدنا نعرف كمان شو هو اللي عم يعيق هذا الإبداع. العالم الأمريكي أليكس أوزبون بيشوف إنه كل البشر قادرين إنه يفكروا بطريقة إبداعية إذا ما لقوا صعوبات تمنعهم من التفكير بطريقة إبداعية. وايضا انه الابداع والابتكار هن من الامور الهامه اللي لها دور كبير بالتقدم الحضاري وتحسين طبعا سبل الحياه. واكيد ممكن الانسان يتعرض لكثير من المعوقات او الضغوطات يلي بتوقف حاجز بينه وبين الابداع. مدرب التنميه البشريه الدكتور ماجد العمودي، وهذا طبعا مصدر بقدر نرجع له، بيقول انه ابرز معوقات الابداع والابتكار، حنذكر بعض لحتى ناخذ فكره ايضا عنها. أولاً اعتقاد الشخص بأنه غير مبدع، وبيعتقد البعض أنه الأذكياء فقط هني بس يلي بيقدروا أو يستطيعون صنع الفرق، وطبعاً هذا الشيء اعتقاد خاطئ، لأنه الجهد المتواصل وثقة الإنسان بنفسه هو أساس الإبداع والابتكار. اثنين، عدم وجود بيئة مناسبة تبعث على الإبداع سواء من الأسرة أو في المحيط المهني يلي بيعيش فيه الفرد، وعدم توافر الدعم المادي والمعنوي للأشخاص لتحفيزهم على الإبداع. ثالثاً، غياب الثقة والمحبة بين المدراء للأسف والموظفين في البيئة العملية، وهذه بنشوفها فيها كثير نماذج، وكذلك بين الفرد وأسرته، كذلك بين الطالب والمعلم، لأنه ما عم يكون في توافق أو في كيمياء مثل ما نحن نعبر عنها، وأيضاً بين الطالب ومؤسسته التعليمية وبين الطالب ومواد الدراسة. رابعاً، قد تعمل القيم والمعتقدات السائدة بالمجتمع على إعاقة الإبداع. خامساً، وضع فرضيات غير صحيحة دون الاعتماد على دليل، وهو ما يجعل الشخص يتعامل مع العديد من الأشياء على اعتبار أنها مسلمات. التسرع في وضع الحلول للمشكلات. غياب الرغبة الحقيقية اللي بتدفع الفرد للتفكير بحل المشكلة. التمسك بالأشياء القديمة والمألوفة. وهون نحن مشكلتنا كمان من أحلى مشاكل كبيرة، أنه الخوف من إحداث التغيير وما يتطلبه من تبعات. يعني دائماً في عنا خوف أنه نحن إذا أحدثنا التغيير شو ممكن يصير؟ هل ممكن يأثر علينا سلباً؟ دائماً في عنا مشكلة مع موضوع مقاومة التغيير. تاسعاً، هو التعب والإرهاق يلي بيأثر بشكل كتير سلبي على حالة الفرد النفسية والعاطفية وكذلك العقلية والجسدية، مما يؤدي إلى عدم وجود وقت كافي للتفكير بطريقة تبعث على الإبداع. رح ننتقل لشيء جديد، هو نحن كمان بهمنا كتير لحتى نعرف كباحثين إنه نحن كيف ممكن نميز المبدعين؟ كيف ممكن نحن نعرفهم؟ سريعاً رح أتطرق لبعض النقاط ممكن عشان نقدر نستفيد من الوقت. دكتور طارق سويدان كمان بكتابه اسمه مرن عضلات مخك بيقول إنه لحتى نقدر نعرف ونميز نحن المبدعين فينا نقدر نكتشفهم عبر هيدي المؤشرات، منها مثلاً إنه هن ما لا يعملون بوضوح كامل ولكن هن بيجربوا. نحن هون بس عم نحكي بعض الأفكار لحتى كمان نحن بالإطار إذا نحن كنا عم نشتغل بمجال الإبداع والابتكار، كيف ممكن أنا أميز هذا الشخص مبدع أو هذا الشخص موهوب أو هذا الشخص ممكن يكون مبتكر؟ يعني في بعض المؤشرات اللي نحن بيساعدونا لحتى نقدر نكتشفهم إذا كنا أساتذة أو إذا كنا أهل أو إذا كنا بالمجتمع بشكل عام. أحيانا ممكن الجار يكتشف طفل أو ابن لأحد العائلات هو عم يشتغل بقلب مثلا حديقته أو هو عم يلعب بطريقة ما، ممكن يكتشف أنه والله هذا الطفل مبدع ولكن أو موهوب، ولكن أهله ممكن ما يقدروا يعرفوا أو يكتشفوا هذا الشيء. فعشان هيك كمان نحن ضرورة التشاركية المجتمعية باكتشاف موضوع الموهوبين وأيضا إشارة إليهم واحتضانهم. أيضا من ضمن هذه المؤشرات أنه بيقدر يحلوا المشاكل من دون التأكد من كيفية الحل، أنه أنا خلص عم حل المشكلة بغض النظر أنه مش عارف أو تأكد أنه هذا الحل مزبوط ولا مش مزبوط. بيسألوا كتير، ما بيتبعوا المنهج المنطقي بحل المشاكل بس انه بيضلوا عم يجربوا، ما بيهتموا كيف ممكن ينظر الاخرين اليهم، كثير صبورين عند العمل، متحمسين لما يحبون، بيفكروا بشكل افضل بفترات الهدوء والفراغ، بيعتمدوا كثير على احاسيسهم ومشاعرهم،
بطيئين مثلا بتحليل المعلومات احيانا، وسرعين مثلا بالوصول للحل، ما بيحبوا مثلا يجمعوا الاشياء التي تحتاج لترتيب، عندهم كثير مثلا من احلام اليقظه، بيحبوا يسافروا، عندهم احساس بجمال الاشياء، بيحبوا يلعبوا، بيحبوا يتسلوا، بتهمهم قناعاتهم اكثر من اهتمامهم بالتاثير على الاخرين، منهم منظمين باوراقهم ومكاتبهم، عندهم افكار غريبه بالنسبه للاخرين، يستمتعون بتجريب الامور الجديده، يسهل عليهم تغيير طريقه تفكيرهم، من المهم لديهم انه يتناسب عملهم مع رغباتهم وليس العكس. طبعا نحن عم نسمعهم او نحن عم نقراهم، ممكن هذا الشيء انت تطبقه على نفسك، انه هل ممكن انا بعمري الان، بعمر اي حدا من اللي عم يسمعنا عم يشاركنا عبر دورتنا، كان على مواقع التواصل الاجتماعي او عبر تطبيق زوم، عبر مركز الديمقراطي العربي، هل هذه الامور اللي نحن هلا عم نحكي عنها تنسجم معه، او هل هي متشابهه مع طبيعته ولا لا؟ يمكن لانه بيكون بعمر كبير ايضا، انه قد يكون هو ايضا مبدع ولكن هو ما بيعرف حاله انه هو مبدع. من جمله الشغلات ايضا المؤشرات انه هن بيحبوا الكلام الغامض، بيحبوا الاستعارات، بيحبوا التشبيهات، بيحبوا الالعاب السحريه، بيحبوا الحيل العبقريه، بينسوا كثير اسماء واماكن، بيشتغلوا كثير على موضوع الصبر، وخاصه اذا كان في هارد وورك، ما بيقدر يضبطوا كثير مشاعرهم، ما بيعتمد مثلا، ما فيك تعتمد عليهم باداء التكاليف. طبعا هلا نحن عم نحكي بشكل عام، مش ضروري انه نكون كل نقطه بنقطتها هي 100% مثلا اكيوريت. بيأدوا التكاليف الوقت والكيفيه اللي بتناسبهم، بيفكروا، بفضلوا بالتفكير وحدهم على التفكير انه بمجموعه. بتلاقوا احيانا في بعض مثلا اللي لديهم مثلا التوحد، مرض التوحد، بتلاقوا احيانا هن مبدعين في مكان ما. او اللي مثلا عندهم مثلا متلازمة داون، بتلاقيهم كمان هن بمطرح ما كمان هن ذكايا وعبقريين. بيفكروا كثير بمشاكلهم، بيفكروا الامور النظريه على تلك المبنيه على حقائق واضحه، بيفكروا بالامور الفلسفيه ولغز الحياه، عندهم شعور بانه عندهم مساهمات خاصه، بيشتغلوا باللي هن بيؤمنوا فيه، حتى لو كان هذا الشيء بيزعج الاهل، بيزعج البيئه، بيزعج اخواتهم، بيزعج زملائهم بالصف، حتى يمكن يزعج اساتذتهم ايضا في المؤسسه الاكاديميه اللي نعم يشتغلوا فيها. ننتقل لنحكي عن موضوع وسائل الابداع والابتكار. فإذا مثل ما حكينا أنه الإبداع والابتكار هن ما بيقتصروا على مجال بعينه، لأنه نحن بحياتنا اليومية أي شيء، أي طرش، أي لمسة جمالية ممكن نشوفها فينا نعتبرها أنه هي من الأعمال الإبداعية والابتكارية، إن كان على صعيد الموسيقى، إن كان على صعيد الآرس، إن كان على أي صعيد أو مجال الحياتية الرفيعة، مجال الحياتية الموجودة. طبعاً هن كمان بيعتمدوا على موضوع التعليم الذاتي بتحصيل المعارف. عم نحكي أيضاً هذه العناصر بوسائل الإبداع والابتكار هو موضوع العمل الجاد. كل ما كان العمل جدي، لأنه إذا ما كان في عمل جدي من الصعب أنه يجي الإبداع والابتكار، إلا إذا كانت هذه موهبة بالفطرة. طبعاً هذا الشيء طبعاً بنسب، لأنه إذا شخص أراد أنه هو يكون مبتكر، أو أردنا أن نبني شخصية مبتكرة، أردنا أن نبني شخصية مبدعة، يجب علينا أنه نشتغل بطريقة قوية وجدية وفعلة لحتى نقدر نحقق الأهداف اللي عم نسعى عليها، لحتى نوصله لمرحلة الابتكار والإبداع، وأيضا مرحلة النجومية إذا صح التعبير في مكان ما. لأن النجاح والعظمة هولي لا يمنحان، بل تتطلبان العمل الجاد. ما في حدا يقعد بقلب بيته ويجي يتحقق أنه والله هو صار ناجح وصار عنده عظمة علمية أو فكرية. لازم نخصص وقت للإبداع، لأنه كثرة الهموم اليومية بانشغالاتنا كل الوقت بيخلينا انه نبتعد عن موضوع الابداع. فعشان هيك لازم نحن كرمال هيك لازم نخصص وقت يومي للجلوس منفردا، بدء باجراء الابحاث والدراسات، اطلاع على كل ما هو جديد ومواكبة التغيرات اللي بتحدث بشكل يومي. عشان هيك نحن بنصير قادرين على الابداع بمجالاتنا وابتكار اشياء جديده. طبعا هذا الشيء نحن هلا عم نحكيه لالنا، بس طبعا فينا نحن نعكسه باتجاه معامل البناء المعرفيه اللي حكينا عنها، اللي اسميناها معامل البناء المعرفيه، شبهناها بموضوع المؤسسة الأكاديمية والأنظمة التربوية، نعمله نحن إسقاط على موضوع الطلاب. أيضا من جملة الأمور اللي لها علاقة بوسائل الإبداع والابتكار هي ممارسة الألعاب. هلا قد واحد يقول إنه أنا هلا كبرت على موضوع الألعاب، أو أنا لست في سن أو في عمر أستطيع ممارسة أي لعبة. لا، أنا هون بالعكس، أنا بغلط بقول إنه في دراسات كثيرة أثبتت إنه الاقتصاد الإبداعي بيكبروا بيما من بعض اوقات من بعض الاوقات اللي نحن ممكن نخصصها للالعاب باوقات الراحه احيانا، يلي بتساعد على تنميه الابداع والابتكار.
لانه بتحفز الدماغ، بتحسن عمليه التخيل، بتنشطها وبتعملها اثاره. عشان هيك لازم نحن ما نبخل على انفسنا ببعض ممارسه الالعاب باوقات الراحه. ممكن هذه الالعاب ممكن تكون العاب الكترونيه، ممكن تكون العاب رياضيه. كمان لازم اسمح لنفسي واسمح للطلاب او للمتلقين انه ارتكب اخطاء. مش كل او ليس كل من ارتكب خطأ هو فاشل. ما فينا نحط هذه قاعده ابدا، واصلا هي ليست بقاعده، لانه احيانا ارتكاب الاخطاء قد يوصلنا لمرحله انه نقدر نحن نبتدع ونقدر نحن نبتكر. لانه ما في حدا من المبتكرين ولا المبدعين، عم نحكي العظماء على مر التاريخ، ما كان جرب، يعني ما جرب ولا مره الا ونجح. في منهم جربوا مئات المرات حتى قدروا يوصلوا للاختراع تاعولهم وابدعوا في اختصاصاتهم. عشان هيك النجاح بتحقق من ارتكاب الاخطاء، مش شرط انه انا اروح اتعمد ارتكب الخطا، ولكن التجارب بالمقصود ارتكاب الاخطاء هي التجارب التي تحصل معنا وقد تفشل، ولكن هذا الشيء ما بيثنينا عن انه نحن نضلنا مكملين لنوصل لهدفنا لحقق الانجاز اللي نحن عم نشتغل عليه. لازم كمان نحدد شو هي العقبات والعوائق والتغلب عليها، لانه نحن بنعرف انه مثل ما كنا نحن عم نحكي بالنقطه السابقه انه التجارب يلي الفاشله اللي بتكون نحن مرقت فينا، ما هيدي كمان تسمى يعني بمكان ما هي عقبات، فلازم نحن نشتغل عليها، لانه هذا الشيء بمكن من ابتكار حلول جديده بتقضي على كل الصعوبات اللي بتواجهك بالعمل. يعني نحن هلا لو كمان شفنا وقرانا بصفحات المبدعين والمبتكرين رح نلاقي انه هن جربوا كثير وعملوا محاولات كثيره وتجاوزوا عقبات كثيره لحتى قدروا وصلوا للامور الابداعيه. ولكن الشرط الاساسي انه اعرف حدد المشاكل يلي عم تعترضني اثناء انا عملي على مشروع ما. ايضا موضوع التربيه المنزليه والاسريه، وهون بدي ارجع على المثال اللي كنت قلت لكم عنه عن العالم النفسي المجري، وهو اصلا مدرس شطرنج اسمه لازلو بولجار. سنه 1970 راح اخضع بناته ثلاثه لتمارين مكثفه بالشطرنج لحتى صاروا اليوم على رائسة قائمة أبطال الشطرنج وفازوا بجوائز أولمبية. طيب هذا البروفيسور ليش كان عم يعمل هيك؟ كان عم يعمل هيك لحتى يثبت نظرية أن الإبداع لا يأتي بالوراثة. وهون تبنى فكرة يلي أنه العبقرية تصنع ولا توهب، أنه كل طفل هو مشروع عبقري إذا وفرنا له شروط العبقرية وعطيناه الطرق والأساليب اللازمة. تترتب على إجابة هذا السؤال إعادة ترتيب المسؤوليات بين الآباء والمربين من جهة والأطفال من جهة تانية، لأنه كثير منهم بيعتذروا عن فشلهم، وهذا الشيء نحن حكينا عنه أن نحن موضوع الفشل هو منه عائق، بالعكس هذا قد يكون حافز للتقدم لقدام. هذا البروفيسور ضل يفكر أنه كيف ممكن يخلي أولاده يصيروا عباقرة. عشان هيك هو قرر بعدم إرسال بناته للمدرسة، وقرر أنه يخضعهم لتعليم منزلي محكم بتناول لعبة الشطرنج بشكل أساسي، طبعاً إلى جانب الرياضيات على مستوى عالي وبعض المهارات والتعلمات الأساسية الأخرى. أثبت لازلو بولجار أنه نظريته اللي أما فيها، لأنه طلع بالنتيجة أنه اثنين من بناته تصنفوا الأولى والثانية بالعالم على لعبة الشطرنج، والثالثة البنت الثالثة يعني أستاذة دولية عالمية بتدريسها. والجميل أنه البروفيسور المجري يعتبر أنه كل طفل يولد بصحة جيدة هو قادر على النجاح في مسار العبقرية هذا وفي أي تخصص كان، شرط تكثيف تعطيه لهذا التخصص بشكل علمي وواعي ومستمر ومحفز. وأنا بفتح هلالين لإلي لحتى أقول أنه ليس شرطا على الطفل الذي لا يولد بصحة جيدة أنه ليس قادرا على النجاح، بالعكس نحن في عنا نماذج بالعالم وفي دولنا العربية تحديدا من أصحاب الهمم يلي أثبتوا رغم إعاقاتهم ورغم وضعهم الصحي الغير سليم من سلوك مسار العبقرية وأنجحوا في مجالات كثيرة وكانوا محفزين لموضوع الإبداع والابتكار. لازم أيضا كمان نشتغل على موضوع التفكير الإبداعي، لأنه الأكاديميين بول وبعض الأكاديميين والباحثين اللي هم يعتبرون يعني مرجع كبير بموضوع فهم
شو هو الإبداع أو الابتكار وآلياته عند الأفراد بجميع الأعمار، صمم اختبار خاص لقياس مستوى التفكير الإبداعي يتم TTCT، يتم استخدامه بشكل واسع بالولايات المتحدة الأمريكية وترجم إلى أكثر من 30 لغة، وأكد بمنشوراته على أهمية إدماج التدريب على تقنيات التفكير الإبداعي في البرامج التربوية بناء على أسس علمية تهتم بدعم نقاط القوة لدى كل متعلم بدل محاولة تصويب نقاط ضعفه، لأنه هو بيؤمن أنه لكل فرد شخصيته الفريدة، أنه يجب احترام قدراتها والوثوق فيها وإعطائها إمكانياتها وإعطائها فرص النجاح ولو فشل. ديفيد هوجز اللي هو مؤسس ديسيجن لابس وبروفيسور أيضا بأحد الأعرق المراكز الأبحاث والجامعات، بيعتقد أن الابتكار أصبح مهارة أساسية بتأثر بشكل غير مباشر بالاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد المعرفي، وأنه من المؤسف أنه تفتقر الأنظمة التعليمية التقليدية لتصور علمي قابل للتطبيق داخل الفصول الدراسية، يجعل من الإبداع والابتكار معيارا هاما في سيرورة التعلم. وهون حطينا لكم بالبولد العريض عن معامل البناء المعرفي يلي تطرقنا له، وقلنا أنه معامل البناء المعرفي هو المصطلح أو الفكرة أو المنهج اللي لازم نحن نشتغل عليه بديلا عن مصطلحات المؤسسات الأكاديمية والتربوية والمدارس وغيرها. يجب علينا أن نبدأ أن نفكر أن كل مدرسة هي معمل للبناء المعرفي، كل جامعة أيضا هي معمل للبناء المعرفي. عشان هيك نحن بحاجة لنطبق استراتيجيات جديدة بتركز على تعليم الأطفال أساسيات التفكير النقدي والإبداعي، مع الإدراج المرحلي لمناهج دراسية يتم تكييفها عبر طرق تدريس مبتكرة بتخلي أو تجعل من الصفوف التعليمية مكان لاستلهام الأفكار وإثارة التفكير الإبداعي. هون طبعاً تبدأ مهمة وزارات التربية والمؤسسات الأكاديمية اللي موجودة بكل الأوطان، وصولاً للمعلم اللي حكينا عنه أنه هو قطب الروح في بداية المحاضرة اللي هو عامل الأساسي بنشأة التفكير الإبداعي عند الطلاب بالإضافة إلى بيئة الطالب المحيطة. لنفترض أنه والله نحن المؤسسة الأكاديمية أو معمل البناء المعرفي ما عنده أنه هذه القدرات لنقول الفكرية أو التفكير النقدي والإبداعي أو المهارات الإبداعية كيف يمكن صقلها، كيف يمكن استكشافها عند الطلاب. لازم على المعلم الرسول أن يكون لديه المعرفة أو يسعى لبناء المعرفة لديه لكي يساعد الطلاب لإثارة التفكير الإبداعي لديهم واكتشافهم وتطوير هذه المهارات عندهم. كيف أنا بقدر أعمل هذا الشيء؟ من خلال شو؟ من خلال طرح الأسئلة المناسبة، لأنه طرح الأسئلة المناسبة نعتبره هو شكل من أشكال التعلم الفعال يلي بتمركز حول المتعلم، لأنه في مؤسسات عالمية ومنظمات كثيرة كبيرة بتوصل المدرسين بضرورة التخطيط للدروس على أساس أنه يكتشف الطلاب المفاهيم والمعارف من خلال الأسئلة المناسبة وطرحها، طرح الأسئلة المناسبة، لأنه دور الأسئلة لا ينحصر فقط بجمع المعلومات والحصول على المعرفة بل تنمية التفكير النقدي والاستكشافي. أيضا البحث عن الجواب، يعرف أيضا هذا الموضوع بأسلوب بيستالوزي. بيستالوزي ميثود هو عبارة عن بيخلي الطلاب يعرفوا الجواب الصحيح بعد كل نشاط صفي من خلال التقويمات. هذا الأسلوب بنمي عندهم التفكير المنطقي، بيشجعهم على التعلم الذاتي والبحث عن الجواب بكل الطرق الممكنة. كل فكرة، نقطة ثالثة، هي كل فكرة هي براءة اختراع. لازم نحن نبلش نفكر أنه مع الطلاب، مع المتلقين، أنه كل فكرة بيطرحها الطلاب هي براءة اختراع، مش براءة اختراع. هذه الفكرة بتحفز عند الطلاب وبتعطيهم الثقة بنفسهم بشكل كتير كبير. لو نحن عملنا خلال صفنا أو خلال محاضرتنا أو خلال تدريسنا للطلاب وطلبنا من الطلاب أنه بس كل واحد مطلوب منه خلال نهار أو خلال أسبوع أو خلال شهر يعطينا فكرة، فممكن تصلح أن تكون فكرة ابتكارية، فكرة إبداعية أو شيء، أنا هون بكون بساهم بطريقة ما على التفكير النقدي، على التفكير الإبداعي. وبيجي أنا بقول له أنه كل الفكرة أنت بتقدمها هي براءة اختراع وبحسرها فيه، وبقول له أنه أنت هذه الفكرة بدي إياها تضل موجودة معك من صغرك إلا أنه تكبر وأنت تحققها وتوصل إليها. هذا الشيء كمان بيساعده أكثر على تنمية الأفكار عنده، تنمية المواهب والإبداع والابتكار. أيضا التعليم، التعلم القائم،
على المشروع، بيساعد هذا الشيء وفق بيداغوجيا المشروع على تنمية المهارات الاجتماعية، تعزيز روح القيادة والإبداع، تحسين المهارات الكتابة والبحث. أدوات التفكير الإبداع الرقمية بالنسبة لطلاب اليوم، التقنيات الحديثة يمكنها أن تكون الوسيلة الممتعة يلي بتحقق أهداف تربوية، خصوصاً إذا ما تم استخدامها داخل الفصول الدراسية. لأنه عن جد في كثير من التطبيقات التعليمية الخاصة بالأجهزة اللوحية وبرامج الحاسوب وغيرها يلي من شأنها إثارة التفكير الإبداعي لدى الطلاب وتحفيزهم على التعلم الفعال. هون بنرجع بنركز على موضوع أهمية دور المدرس يلي عليه الاختيار المناسب من هذه الأدوات وتصنيفها بناء لطبيعة المادة المدرسة والمهارات التي تنميها. ربط المعارف والمهارات بالحياة اليومية، أيضا موضوع الاختراعات والابتكارات، لأنه الطلاب بحبوا تاريخ الاكتشافات، بحبوا الاختراعات عندما يتم التطرق إليها خلال الدرس. أيضا بنشوف كمان كثير من الطلاب وكثير من الأبناء وكثير من الأطفال بتلاقيهم عم بيحضروا مثلا على قنوات التلفزيونية مثلا ناشونال جيوغرافيك، بنلاقيهم عم يحضروا مثلا ديسكفري ساينس، يعني بنلاقيهم عم يحضروا شغلات ما تعود مثلا الأجيال السابقة عليها. وهذا الشيء أيضا لأنه هن عندهم حب بالفطرة لموضوع الاكتشاف لموضوع الاختراعات. وممكن يكون هذه فرصة جيدة لحتى نحن نوضعهم بالصورة من ناحية تاريخية والعلمية، ليتعرفوا على سيرة أصحابها، يركزوا على الدوافع السياسية والاجتماعية والاقتصادية يلي أدت مثلا لاختراع جهاز معين أو تطويره. عندنا موضوع فضاء الإبداع والابتكار، لأنه دائما المتعلمين بيحبوا يعرضوا إبداعاتهم من أبحاث ميدانية أو تقارير صحفية أو كتابات أو رسومات أو أعمال يدوية أو أي شيء يتم إنجازه بإطار الأنشطة المدرسية أو بمبادرة فردية منهم للتعبير عن آرائهم وإبراز موهبتهم. طيب، النقطة التاسعة، ماذا عن واقع السياسات التربوية المرتبطة ببرامج تنمية الموهوبين؟ ماذا عن معايير برامج رعاية الموهوبين والمبدعين؟ هون نحن نفتقر إليهم للصراحة في، خلينا نقول مش بكل أوطاننا، ولكن في أوطان كثيرة، أوطان خاصة الأوطان العربية، ما عم يكون في عندها سياسات تربوية ممنهجة وواضحة مرتبطة ببرامج كيف نستطيع تنمية الموهوبين. نفتقر إلى وجود هذه المعايير، وهون هذا كمان دور علينا ومسؤولين علينا أيضا، أنه كيف يمكن أن نحث الإدارات التربوية والأنظمة التربوية ومعامل البناء المعرفي على إيجاد هذه المعايير لها علاقة برعاية الموهوبين والمبدعين. أيضا لازم نشتغل على موضوع تعزيز الذكاء الاجتماعي لدى الطلبة المبدعين والموهوبين. يجب علينا أيضا بالأنظمة التربوية، عم نحكي على مستوى وزارات، عم نحكي على مراكز تربوية وطنية، لازم نبلش نعتمد، نبدأ أن نعتمد ماجستيرات وتخصصات جامعية لموضوع رعاية واكتشاف المبدعين والموهوبين ودعمهم وتنمية المواهب لديهم وتنمية الذكاء عبر إيجاد مقررات تساهم في هذا الأمر. لازم أيضا نشتغل على مشاغل، على كيفية إنشاء مشاغل الابتكار ميكر سبيسز يلي بتتيح للطلاب والأطفال أنه يروحوا يشتغلوا بهذه المشاغل يلي بتعزز عندهم الأمور الحسية والأمور الفكرية. يجب أيضا اعتماد نظام ستيم، نظام ستيم يلي هو عبارة صار عن ساينس تكنولوجي انرجي انجينيرينج ارتس اند ماث. شو هو نظام ستيم؟ نظام ستيم اللي ما بيعرفه حنحكي بشكل مقتضب عنه، هو برنامج تعليمي للأطفال بركز على تعزيز العلوم التقنية والهندسية والرياضيات بالمرحلة الابتدائية والثانوية، ومؤسس على النظرية البنائية اللي بترتكز على أنه التعلم هو عملية بناءة ومنفتحة، وأنه التفاعل الاجتماعي هو أمر أساسي للتنمية المعرفية. عشان هيك المناهج والنشاطات التدريسية المبنية على نظام ستيم بتصمم بطريقة علمية مبتكرة بتساعد الطفل لفهم وإدراك مفاتيح العلوم المختلفة بطريقة مبسطة وبأسلوب تفاعلي منفتح على البيئة، يدعم الطفل بمهارات يمتد أثرها بحياته اليومية. الهدف الأساسي من هذا النظام هو الجمع ما بين عقل العالم وإبداع الفنان وتعزيز الابتكار الحقيقي وتطوير مهارات التفكير النقدي اللي حكينا عنها، والاستفادة من هذه المقاربة الشاملة بين العلوم بتنشيط صي الدماغ لدى الأطفال طوال عملية التعلم. أيضا ستيم يعتبر نهج تكاملي متعدد التخصصات بيهدف بالنهاية لتحسين نظام تعلم التقنية الهندسة العلوم والرياضيات. أيضا يتدارك المشكلة المتأصلة والمتمثلة بتقديم العلوم، وهذه للأسف نحن عندنا إياها نفتقرها بمناهجنا وبأنظمتنا التربوية، على أنه خبراء أنها خبرات صعبة تفتقد للتشويق والمتعة والرغبة
في البحث ما يؤدي إلى تنفير الطلاب. يعني المواد العلمية يلي تدرس في المدارس نحن بنشوف إنه في أماكن كثيرة، طبعاً أنا عم بحكي مش ما عم بحكي بشكل عام، عم بحكي نحن ببعض النماذج للأسف بعضهم لهلأ عم يتم تدريس هذه العلوم يعني بطريقة ناشفة وجافة جداً، تفتقد إلى التشويق، تفتقد إلى المتعة، تفتقد إلى التجارب، تفتقد إلى الرغبة، تفتقد إلى حتى إلى الفكاهة. نحن نعرف أحياناً أنه لما أنت تكون عم تدرس مثلاً مادة معينة، نحن بنشاهد كثير مثلاً أفلام على اليوتيوب وخاصة لأفلام يعني بجائحة كورونا، كيف استطاع مثلاً الأساتذة من ابتداع بعض الطرق التدريبية والتعليمية للطلاب عبر مثلاً عبر أغنية. يعني شفنا مثلا أساتذة أرمادة الرياضيات كيف كانوا مثلا عم يعملوا لحن لطريقة التدريس، شفنا أساتذة أيضا اللغات، شفنا أساتذة العلوم، شفنا أساتذة أيضا الكيمياء كيف كانوا هن عم يشتغلوا بجائحة كورونا وبعد جائحة كورونا. طبعا هذا الشيء، هذا النظام بيهدف بشكل أساسي كمان لمواجهة هذه الظاهرة، ظاهرة انخفاض نسبة الدارسين للعلوم والسمعة السيئة للرياضيات. يعني كثير مننا مثلا هلا ما بيحبوا الرياضيات، خلينا نقول مثلا هلا يمكن غير اللي قبل او غير الاجيال اللي هلا حاليا ما بيحبوا الرياضيات، ما بيحبوا العلوم، ما بيحبوا المواد اللي هن تعلموها او بدهم عم يتعلموها، اما لعدم افتقار هذه او العمليه التعليميه لهذه المواد الى التشويق والمتعه والرغبه والتجارب وغيرها، واما عدم وجود رابط وتوافق ما بين الطالب وما بين الاستاذ. فعشان هيك نحن كمان مركز بموضوع نظام ستيم على اهميه هذا الموضوع، لأنه بيخفف نسب الكارهين لهذه المواد. نحن هدفنا أنه نطور الطالب، خليه يأخذ هذه العلوم لحتى يستفيد منها وينما هو إياها. أيضاً ستيم هو طريقة للتقدم، بتقوم على مشروعات متكاملة بين مجالات العلم والتكنولوجيا والرياضيات، تبنى فكرتها على وجود قواسم أساسية مشتركة بين مختلف العلوم، تفكير المنطقي وحل المشكلات وعمل مع الآخرين. لنفترض مثلاً نحن هلأ لا يوجد نظام ستيم ببعض الدول ولا بأنظمتها التعليمية، هذا الشيء لا يعني أن الطفل سوف يحرم بالكامل من فوائد هذا النظام، لأنه لا يتطلب الأمر أنه واحد يكون عالم أو معلم إذا بحال ما كان موجود نظام ستيم، لأنه المتخصصين بيأكدوا على ضرورة قيام الآباء بتشجيع السؤال واحتضان الفضول عند الطفل، وحين لا يكون لديك إجابة يمكنك البحث معه عنها وإكسابه مهارة إضافية هي البحث. لنفترض على سبيل المثال مثلا دائما أنا بطرحه بالندوات والمؤتمرات اللي علاقة بالإبداع والابتكار، نحن بالمنازل للأسف نفتقر إلى شريك أو مشاركة الأبناء لمعالجة بعض المشكلات في المنزل. لنقول مثلا على سبيل المثال أن مثلا هناك مشكلة في البراد، أو مشكلة مثلا في فرن الغاز، أو مشكلة في بعض الأمور، خلينا نقول ما نكبر أكثر من هيك، أو مشكلة مثلا لها علاقة بالنجارة أو الخزانة أو في السرير أو في أي شيء، دائما الأهل بيروحوا على معالجة هذه المشكلة لوحدهم، دائما احيانا او احيانا اخرى بيروحوا بيجيبوا متخصصين من خارج المنزل، نجار، حداد، كهربائي، الكتروني، لحتى يعالج بعض المشكلات. ولكن ما بنشوف او نادرا ما نرى انه الاهالي يسالون ابنائهم كيف يمكن معالجه هذه المشكله برايك. نحن لو طرحنا هذا السؤال على ابنائنا كنا لقينا انه في نسبه كبيره منهم اكسبناهم الثقه ما بين الأهل وبين الأولاد أنفسهم، يعني بين بعض أيضا. فنحن كل ما كنا نحن عم نشارك أطفالنا وأبنائنا بعملية اتخاذ بعض القرارات، ولو نحن ما أخذنا برأيهم، ولو ما أخذنا مثلا أنه بالحال اللي هن عم يطرحوه، ولكن مجرد إشراكهم بهذا الموضوع رح ينمي عندهم الخيال، خيال اللي له علاقة خيال بإيجاد المشاكل. عشان نحن كنا عم نحكي سابقا بموضوع قد أهمية إثار الخيال عند الطلاب او عند الابناء. فانا بسال الابن او بسال البنت انه كيف برايك ممكن انا استطيع ان احل هذه المشكله، وخليها هي تطرح لي او خليه هو يطرح لي مثلا عده اوجه للحلول، وانا ممكن اتشارك ابني طب اول حل ممكن ما يمشي، ثاني حل شو رايك نشتغل عليه نكبر، لما اخر شيء ما بيمشي الحال بروح انا ساعتها اذا ما كانت مشكله طارئه تستدعي تدخل سريع بالسعيد انا بروح بشتغل فيها بايدي أو بجيب الإخصائي لحتى يشتغل فيها. عشان هيك لازم نحن نشجعهم بسن مبكرة ببعض الأنشطة البسيطة بالمنزل إذا بحال نحن ما كان في عنا نظام ستيم، وهلأ حنفرجيكم بعض الأمثلة.
مثلا في المطبخ خلي طفلك يشم يتذوق المكونات المختلفه طبعا الامنه، وخليه يخبرك عن الفرق بيناتهم ويجرب يعملها، يعني يجرب يلمسها ويراقب كيف ممكن يعني كيف ممكن تتغير بس يسخنها او بس يبردها بالبراد. ولازم كيف مثلا نعلمه ما هي الفروقات بين الخفيف والثقيل والحار والبارد. نحن عم نحكي عن هذه الامثله بما يرتبط بنظام ستيم. هلا حنشوف الحراره، حنشوف الاجسام، حنشوف الاصوات، حنشوف المطر، حنشوف الماء، حنشوف الطبيعه، حنشوف لغات. في الحمام يمكن تجربه مثلا متابعه فقاعات الهواء وتجربه اجسام مختلفه كيف يطفو بعضها ويغوص الاخر. في المطر خلي طفلك يراقب كيف ممكن تتصرف الحيوانات المختلفه، كيف يبدو شكل السماء وتتشكل السحب. خليه يستنشق الرائحه، اساله عن هذه الرائحه اثناء المطر هي عباره عن شو، او هذه الروائح الاخرى الموجوده بالطبيعه هي شو. دعه يراقب كيف يمكن ان يحدث المطر اصواتا مختلفه حين يسقط على اسطح بنايات او السيارات مثلا. في الحديقه مثلا يمكن استخدام ادوات المطبخ القديمه مع الطفل ليحفر في الطين والرمل ويرى كيف يجف الماء حين يرشه على الارض. ثم جرب معه استخدام البذور في الزراعه ومراقبه نموها في الاسبوع الاول. ويمكن تجربة زراعة أكثر من بذرة في ظروف مختلفة، يعني في الظل وفي الشمس، في الشتاء وفي الصيف، في الربيع وفي الخريف، ليرى الفرق بينهما. الطبيعة كلنا نعرف أنه هي مصدر ثري للتعليم، هي مليئة بكل ما يثير فضول الطفل ويمنحنا الفرصة لتعليمه، مثل مراقبة الحشرات، مراقبة الطيور والحيوانات، وتأمل كيف يحرك الهواء الأوراق والفروع، وكيف يغير ضوء الشمس شكلها، ووصف وعد السحب في السماء، وسماع صوت الرعد، وأيضا مشاهدة البرق، وعد البذور في الزهور وغيرها. أيضا هناك لغات برمجية تستهدف الأطفال مثل لغة سكراتش، ويمكن تعليم الطفل لغات البرمجة المختلفة تدريجيا وفق العمر. وهون نحن عم نحكي بالإطار المنزلي، فكيف أيضا الحال إذا كان عم يعتمد هذا النظام في المؤسسات أو في معامل البناء المعرفي. بالختام، الإبداع والابتكار هن اليوم مهارتين أساسيتين بتمكن الطلاب من مواجهة تحديات المستقبل ومتطلبات سوق العمل المتنامية يلي رح تحتدم في المنافسة حتما بين شباب يمتلكون مهارات وقدرات متباينة ستحدد مدى أهليتهم لشغل مناصب ريادية. ونحن كمان شغلة كتير لازم نحن نعرفها، أنه الاقتصاد الإبداعي والاقتصاد المعرفي الوطني نحن يجب أن نفكر أنه يجب أن يعتمد على هذه الفئة من الشباب، لأن هؤلاء هم الكنز الدفين الموجود بكل منازلنا، بكل معامل بناء المعارف وبكل مجتمعاتنا وبيئتنا، إذا ما أحسننا استكشافهم، إذا ما أحسننا أيضا إيجاد المناهج لهم. الأنظمة التعليمية الحالية مثل ما قلنا تحتاج إلى ثورة إصلاحية على مستوى المناهج وطرق التدريس بتواكب ثورة العالم اقتصاديا وتكنولوجيا بشكل يتيح للمدرسين وسائل أكثر وحرية أكبر للإبداع في مهنتهم واختيار ما يناسب تطلعاتهم لتجهيز جيل المستقبل، جيل ينتظر منه الكثير. شكرا لكم ولمتابعتكم، وأرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم هذه المحاضرة. شكرا دكتور على المحاضرة الكريمة، وتفضل إن كان هناك من يود أن. أنا لا أسمعك عزيزي جيدا. أستاذ كريم الآن تسمعني جيدا؟ نعم أسمع. شكرا. أعتقد أن لا يوجد هناك أي أسئلة. إن كانت هناك أسئلة من أجل الاستفادة. لا أكاد أسمعك جيدا، عفوا. أعتقد أنه لا يوجد هناك أسئلة من طرف الحضور. سأفتح المجال للمشاركين الكرام إذا كان يود أحد أن يطرح أي سؤال أو أي فكرة لمناقشتها.
تفضل دكتور محمد فتحي. السلام عليكم، تحية تقدير الأستاذ جمال على هذا العرض القيم. بالنسبة للإشكالية الكبرى ديال التربية والتعليم والحث على الإبداع والابتكار، سأعطي تعقيبا في هذا المجال. فيما يخص المملكة المغربية، لاحظنا أنه كان هناك مجموعة من التغييرات فيما يخص البرامج التعليمية، وكان هناك تجاوز لطرق تقليدية وتكتلقين، تبعنا مجموعة من المناهج الجديدة فيما يخص الكفايات، كفايات تواصلية، كفايات منهجية، كفايات معرفية. بالتالي رغم ذلك لم نصل إلى هذا المفهومين أو المتغيرين الأساسيين اللي هما الإبداع والابتكار. حقيقة أن الدولة المغربية قامت بمجهودات جبارة، وتقريبا كان هناك مجموعة من التغييرات التي شملت البرنامج التعليمي، وكذلك حثت على أن أكثر من تقريبا حاليا، أعطي مثالا ذكر، أكثر من 53 بكالوريا الآن. ورغم ذلك لازلنا نواجه إشكالية هذه النقطة الحث على الإبداع والابتكار، على الرغم من مجهودات الدولة، على الرغم من مجهودات ما توفره من مرافق، ما توفره من مؤسسات. رغم ذلك لازلنا نواجه هذه الإشكالية. هناك واحد الفئة لا ننكر ذلك أنها مبدعة وأنها تقوم بالإبداع، ونخل ذلك على ذلك مؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، نلاحظ أنها تبدأ بشكل جيد فيما يخص عملية الابتكار والإبداع. ولكن المدرسة العمومية بصفة عامة نجد أننا دائما نواجه هذه المشكلة، الحث على الإبداع والابتكار. لذا أطلب من أستاذ جمال إن أمكن بعض النقط التي يمكن أن تستقطب المتعلمين والمتعلمات فيما يخص هذا الجانب. حققنا العرض كان في مجموعة من النقاط التي هل الصوت واضح؟ تفضل. قلت أن أطلب من الأستاذ والدكتور جمال أن يعطينا بعض النقاط التي يمكننا استثمارها لحث الناشئة ولحث المتعلمين والمتعلمات خصوصا على مستوى الوطن العربي. وشكرا إن أطلت، وما إلا هذا إلا تعقيب. وشكرا أستاذ كريم كذلك. مساء الخير، ممكن مداخلة؟ تفضل دكتور بالتعريف عن أنفسكم وبعد ذلك تدخل. مساء الخير أستاذ الكرام، مساء الخير أستاذ الكريم، شكرا جزيلا على محاضرتكم القيمة. أنا طالب محمد آل الشيخ العلوي، كلية علوم التربية، ماجستير تربية جمالية وتدبير مهن للفن والثقافة. أريد أن أعطف فقط على مداخلة الصديق الذي بالمغرب الذي تحدث عن مشكلة الإبداع والابتكار في المغرب رغم الجهود أو يعني المبذولة. في نظري أعتقد أن سواء المغرب أو جميع البلدان العربية مشكلتها مع الإبداع هي مشكلة ثقافة الإبداع، لأن الثقافة هي الأساس. إذا انتشرت الثقافة في جميع يعني الفئات المواطنين، أوتوماتيكلي غادي يكون الإبداع، يعني سيكون مباشر الإبداع يعني. أما إذا تحدثنا الآن يعني عن مبادرات فردية أو منهجيات، فنعتقد يعني كيف ببال خلفه ألف هادم يعني. لأن الآن كنشوفوا الإعلام لا يحث على 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 ثقافة الإبداع. جميع يعني هناك مجموعة من المؤسسات التي لها سيرورة يعني، ولا لها استراتيجية لحث الجماهير على الاستهلاك وال يعني والشراء والتفاهة وإلى آخره. في المقابل حثهم على الإبداع يعني أو إعمال العقل والسؤال والتفكير ويعني التساؤل قليل جدا.
فأنا أعتقد أن الثقافة إذا أردنا أن تنتشر، عفوا ليس تتفشى، أن تنتشر ثقافة الإبداع، يجب أن نبدأ بنشر ثقافة الإبداع، لأن الثقافة هي الأساس فيما أعتقد. شكرا جزيلا. هل هناك متوتر آخر قبل أن يجيب الدكتور جمال سليماني على المداخلات السابقة؟ لم يكن نسمح نفس المجال للدكتور، تفضل. أستاذ كريم، أنا يعني أود أن أعتذر من السادة الذين طرحوا على الأسئلة، أنه لم أكن أسمعهم جيدا، كان هناك تقطيع في الصوت بالنسبة لي، يعني على الأقل بالنسبة لي. إذا ممكن اختصار السؤالين. هل أتدخل أستاذ؟ أتفضل. صوت جيد واضح؟ واضح. بالنسبة أستاذ، نشكرك أولا بداية على العرض القيم حول المفهومين الأساسيين لإبداع والابتكار في المجال التعليمي. نلاحظ أن مثلا على سبيل المثال أن المملكة المغربية قامت بواحد دور جبار فيما يخص العملية التعليمية التعلمية، غيرت البرامج، قامت بواحد مجهود جبار على مستوى البنية التحتية، مؤسسات المهن، مؤسسات التربية، التعليم، صناعات كثيرة، صناعات عسكرية، صناعة الطائرات، صناعة السيارات. كان هناك مجموعة من مجهودات الدولة، هذا لا ننكره. رغم ذلك أن المؤسسات التعليمية خصوصا على مستوى الثانوي والإعدادي، على ما أعتقد أننا نواجه هذا المشكل ديال حث المتعلم على الإبداع والابتكار. الأخ الذي تدخل أترى واحد نقطة جيدة، اللي هي الثقافة على الإبداع والابتكار، وهذه تحسب لها، لأن هذه النقطة تحسب لهذا الأخ. لذلك نطلب منك أستاذ إن أمكن بعض التوجيهات، بعض التوصيات التي يمكن استثمارها واستغلالها لكي نجعل من هذا المتعلم له القدرة، وأن يكتسب كما جاء في عرضكم قدرة الإبداع والقدرة على الابتكار. وشكرا. نعم، شكرا لك دكتور محمد. طبعا أنا لم أتطرق إلى الحديث عن النظام التعليمي في المملكة المغربية، ولكن أنا كنت أتحدث بشكل عام عن موضوع أهمية التربية والتعليم على الإبداع والابتكار، وأيضا استعرضنا بعض النماذج التي نستطيع القول منها أنها قد تساعد وتشجع على موضوع الإبداع والابتكار، وتحدثنا أيضا عن الوسائل وعن بعض الأساليب وغيرها. كما تفضلت أيضا بسؤالك الكريم وأجبت عليه أيضا في نفس السؤال، يجب علينا أولا كدولة أن نقوم بإعداد وإنشاء استراتيجية وطنية للإبداع والابتكار، يعني أن نوجد هيئة وطنية مركزية على صعيد الدولة لموضوع الإبداع والابتكار، كما أننا في الحكومات الموجودة في كل الدول لديها وزارات معنية بالمال والاقتصاد والعمل والتربية وغيرها، أيضا لا يمنع من إيجاد وزارة متخصصة في هذا الموضوع. وإن لم نستطع إنشاء وزارة لأسباب أو غيرها، يمكن أيضا أن نقوم بإنشاء وإعداد استراتيجية وطنية لموضوع الإبداع والابتكار، على أن تشمل هذه الاستراتيجية الوطنية عدة عناصر وسياسات ومعايير أساسية من شأنها أن تقوم بإسقاطات مباشرة بالتنسيق مع الوزارة التربية، وأيضا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، وبالإضافة أيضا مع وزارة العمل وكل الوزارات المعنية على موضوع التدريب والتشجيع على روح الابتكار، يعني موضوع التربية أو موضوع الخطة، يعني إيجاد خطة إعلامية لتشجيع على ثقافة أو لبث ثقافة الإبداع والابتكار. نحن كلنا نعلم أن الحملات الإعلامية والإعلامية لديها دور كبير جدا في تعزيز الثقافات،
فكيف الحال إذا ما قمنا بالاستفادة من هذه الحملات الإعلامية وأنشأنا بعض البرامج الراديوية أو البرامج التلفزيونية التي لها علاقة بالمسابقات الذكاء، بالمسابقات اللي لها علاقة بالمواهب؟ لست أتحدث هنا عن المواهب التي لها علاقة مثلا بالفنون، أتحدث عن المواهب التي لها علاقة بالعلوم والرياضيات والتكنولوجيا والإبداع والاختراع. فأيضا الحملات الإعلامية، الوضع الإعلامي أو القطاع الإعلامي يساعد بشكل كبير جدا على إرساء وترسيخ مفهوم وثقافة الإبداع والابتكار عن كل الأجيال، عند الطفل ببرامج الكرتون التي ممكن أن ننشئها أو ممكن أن نصنعها، عند الجيل الشاب، وأيضا عند الآباء، وحتى عند كبار السن. أيضا من ضمن الأمور الإضافية التي يمكن أن نعول عليها هو إيجاد أنظمة تعليمية داخل منابع أو معامل البناء المعرفي، كالنظام الذي تحدثنا عنه نظام ستيم، وأيضا لإدخال تكنولوجيا التعليم إلى أنظمتنا التربوية. يجب علينا أيضا إنشاء بعض النقابات التي تعنى بتكنولوجيا التربية والتعليم، كما الحال لدينا في لبنان. أنشأنا نقابة لها علاقة بتكنولوجيا التربية التي من شأنها أن تقوم بإدخال الأدوات اللازمة، التكنولوجية اللازمة للمناهج التربوية أو لعمليات التعليمية التي نقوم بها في مؤسساتنا التربوية أو النظام التربوي. أيضا يجب علينا أن نقوم بإنشاء، طبعا هنا أحكي أنا أفكار سريعة، إنشاء مراكز أو أقسام لها علاقة بالR&D، أبحاث والتطوير، التي من شأنها أن تساعد أيضا في ترسيخ مفاهيم المتعلقة بالإبداع والابتكار. وأيضا هناك أمور كثيرة قد لا يسعنا الوقت لكي نضيء عليها، إن شاء الله في ندوات أو في حلقات أو في دورات لاحقة قد نستطيع التطرق إليها، لأن ما قمنا باستعراضه اليوم هي إذا بدنا كفايات أولية معارف مفاهيم عامة، ولم نتطرق إلى التفصيل البنيوي لكيف يمكن أن نقوم بزرع الإبداع والابتكار لدى القيادة السياسية أولا ونزولا إلى الحكومات، وأيضا كيف ممكن أن تنعكس ذلك إسقاطا على الشعوب. شكرا دكتور على هذه الإجابة القيمة وعلى هذه الحصة الجيدة. بطبيعة الحال سوف تفيد كل الباحثين على المستوى العربي في إغناء معارفهم والاستفادة وإدماج ما تعلمه اليوم ضمن ما يشتغلون به في حقولهم المعرفية. بالنسبة للرابط لتسجيل الحضور قد وزع، الشهادات سوف ترسل تباعا عند نهاية هذا الأسبوع، وهي شهادة مجانية كما هي الدورة. ونسعد بكم دكتور جمال مسلماني رئيس جمعية المبدعين اللبنانيين بيروت لبنان، ونشكركم على تطوعكم وعنائكم في الحضور وإلقاء هذه الدورة وتأثيرها، ونحن نعلم الصعوبات الكثيرة التي تعانون منها ونعاني منها نحن أيضا مع شبكة الإنترنت التي لا تسعنا ولا تعيننا في أغلب الأحيان. دكتور جمال، تحياتي لك، تحياتي للمركز وكل الشركاء، ونتمنى لقاءكم مجددا في إطار دورة تدريبية مستقبلية. تحياتنا أيضا لإدارة الدورة الدكتورة فيولا مخزين، الدكتور محمد رمال، والدكتور نديم منصوري. كان معكم المركز الديمقراطي العربي، وكنتم مع دورة تدريبية حول التربية والتعليم على الابتكار والإبداع أو الإبداع والابتكار مع الدكتور جمال مسلماني. شكرا لكم وإلى لقاء قريب. إلى اللقاء، شكرا لكم جميعا.